السلام عليكم الاخوان، السلام عليكم احبوباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله كما العاده. مح عليكم هذه بوسه كبيره كبيره لكم من القلب خارجه. كي دايرين نتوما؟ اش اخباركم؟ بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا لاشين ديالي، اول حاجه غادي دير ليا الله يخليك، او الله يخليك بالله يخليك، سواء راجل سواء امراه، ديروا لي الله يخليكم سبسكرايب او ابوني او اشتراك وتفعيل الجرس، حتى تبركوا على داك الجرس اللي كيشطح باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. والناس اللي كيتفرجوا فيا ديروا لي لايك باش تعاونوا هاد القناه هذه تزيد القدام، راها فعلا تستاهل انها تكون من بارمي لي ميور شين. هذا ماشي انني كان زعما انني كان ما نعرفش كيفاش نقول لكم، ولكن على حسب لي كومونتير اللي كتكتبوا ليا راه كتقولوا ليا القناه ديالك تستاهل تكون طالعه. بالنسبه لي اول مره كيشوف فيا، مي تشوف هاد لا فيديو تسالي من الاول حتى الاخر، سيضرب لك دوره، راه كاين ما يتشاف هاد لاشين ديالي، عارفها بانها فيها ما يتشاف، فيها ما يتشاف. ما عليناش، غادي ندخلوا في صلب الموضوع. شنا هو هذا الموضوع هذا اللي انا ما لقيتوش اللي يقولوا ليا؟ وكما العاده اي حاجه كندوز عليها وكدير ليا راس وكنستافد منها كنقول غادي نبارطاجيها مع خواتاتي وخوتي قبل ما يجيو لهاد الغربه. با فورسيمون انهم يجيو لفرنسا، مي عندهم واحد الفكره انهم يكيتيو البلاد ديالهم ويجيو للغربه. هذا هو لا فيديو اللي غادي يفيدهم بزاف بزاف بزاف، وانا متيقنه غادي تشكروني في لو كومونتير. نبداو، شنو غتجيبي لينا؟ اول حاجه قبل ما تفكر انك تخوي البلاد ديالك، خاصك تهيئ نفسانيا. شنو هي؟ انك ما تفكرش تقول انني غادي نمشي للغربه، راه غربه، حيد هذيك الكلمه ديال الغربه. لان انا من جيت لهنايا اول نهار جيت لهنايا السيمانه الاولى، كي العائله ديالي ولا صحاباتي كيقول لك واكي درتي مع الغربه، انا الاجابه ديالي كيما حيت انا جيت اصلا مهيئه نفسانيا، هيئت راسي ما هيئني حتى شي واحد، قلت لهم ما كاينه بغربه، كلشي بحال بحال، هكا غتهيئوا راسكم، كلشي بحال بحال. انت جاي على واحد الهدف غادي، وهاديك الهدف هو اللي غادي تطبقو، ما غتبقاش تقول والغربه والبرد، وغتهيئوا حتى البرد. بالنسبه للناس اللي جايين لاوروبا كما كتعرفوها انها بارده، غادي تجيو مهيئين للبرد، فهمتيني؟ هذه الخطوه الاولى. اول حاجه ما غاتجيش ليا خاوي الله يعطيك الستر، او الله يعطيك الستر بالنسبه لختي وخويا، انا نهضر بالكلمه ديال المذكر باش نكونوا واضحين. ما تجيش ليا اختي خاويه جايه الغربه، ما تجيش ليا خاويه، اجي ليا عامره، ما تجيش ليا عامره بالحوايج وبداكشي، لا اجي ليا مهيئه. شنو هما هاد الحوايج اللي غادي تجيبي ليا؟ اول حاجه غادي تكيتي البلاد ديالك، غادي بعدا غادي تعلمي ليا او تعلم ليا شويه ديال اللغه. كنتي غادي للطاليان غادي تعلم شويه اللغه، غير شويه، ما كنقول لكمش بزاف، غتعلموا شويه اللغه الطاليانيه في بلادكم. غادي تقولي احقا ما عندناش لي موين باش غادي نمشيو لي سونتر باش نتعلموا، اسيدي كتب غير كاينين بزاف ديال التطبيقات اللي غادي تعلموا فيهم اللغه، ولا غير من اليوتيوب، من بعد غادي نعطيكم التطبيقات اللي غادي تعلموا فيهم اللغه الفرنسيه، هما اللي كيعاونوني انا حاليا. ما عليناش، واخا انا ماشي واو فرنسي، مي انا جيت لفرنسا انني كنزطط راسي، هذا هو اللي بغيت نقول لكم، اجيو جيبوا معاكم اللغه اللي غادي تزططوا راسكم فيها، ماشي تجيو انكم بكما جايين لهاد البلاد. ما عليناش، ثاني حاجه منين غادي تكون جاي للغربه جيب معاك البيرمي ديالك، سمعتيني؟ جيب معاك البيرمي ديالك، يعني دوز البيرمي قبل ما تجي لاوروبا. انا كندوي على اوروبا، لان اوروبا باش غادي تصوب بها البيرمي راه غالي وصعيب. ايماجين انت ما عندكش اللغه وما عندكش البيرمي وجي لهاد البلاد، لاش جاي يا صاحبي؟ قول لي لاش جاي، ولا لاش جاي يا صاحبتي؟ قولي لي، اللهم خذي وقتك انك ديري البيرمي تما، لان الا جيتي لهنا راه غالي وصعيب. ثاني حاجه قبل ما تهجيش واكسك او تهش واكسك وتجي لهنايا، غادي دير الوكاله لواحد من العائله ديالك اللي هما والديك ولا واحد من خوتك. علاش؟ غادي دير لهم الوكاله في المقاطعه
باش الا خاصك شي ورقه هنا من اوروبا ما غاديش تشد لافيون وتهبط، ما غاديش تشد الطياره وغادي تهبط. علاش جاج جاي باش نصيب ورقه؟ لا، الو في التليفون سير اخويا انا خاصني ورقه فلان فلانيه، غادي يصيفط، غادي يمشي يصوبها لك انه الوكيل ديالك وغادي يصيفطها لك في الدي اش ال. غادي نخليها لكم هنا، هذه الدي اش ال غادي تستعملوها بالنسبه للناس اللي كيبغي يصيفطوا الورق، غادي توصل لاوروبا في 24 ساعه. الوراق ابار الوراق المهمه اللي غادي تجي اللي هي منها البيرمي، غادي تجيب العقد الازدياد الكامل المترجم باللغه الفرنسيه. هذه مشات، عرفتوا ملي كيجيوها كتمشيو مقاطعه، راه هما مالي المقاطعه قولوا لهم بغيتها اون فرونسي بلا ما ديروا لا تراديكسيون، لان الوراق ديال التراديكسيون كيكون 200 درهم و150 درهم كيكونوا غاليين. الا مشيتي المقاطعه قول لهم عافاك بغيتها اون فرونسي راه كيجبد لك اون فرونسي بحال اللي درت انايا. والوراق عاوتاني الاخرى اللي مهمين هي الدبلومات، اي دبلوم عندك اي كيما بغى يكون، ما عندكش دبلوم جي بغي اتيستاسيون، هادو مهمين. صيب لي واحد السيفي، عمل لي السيفي، شوف كيفاش دير الموديل ديال السيفي ديال فرنسا، ما ديرش ليا، ما ديرش الغلط اللي درت انا اللي عمت واحد الموديل. حنا يعني كل بلاد والموديل ديال السيفي، كاين شي واحد غيدخل عندي يقول لي لا ان سيفي ان سيفي، نو يا لالا نو نو، كل واحد السيفي اللي كنا كنديرو في المغرب ماشي بحال السيفي اللي كنديرو هنايا. انا بالنسبه ليا هذا الشيء اللي شفت كنا حنا في السيفي المغرب كنا كنديرو عادي، ما كاينش اللي حكر عليك، مي هنا في فرنسا كيحكروا على السيفيات، يعني غادي تجبد ليا واحد الموديل من جوجل وغادي دير موديل منه، يعني غادي تستافد منه بلوس دو ليتر دو موتيفاسيون اللي هي مهمه. حنا في المغرب ما عندنا ما ماشي مشكل، ما جبتيش ليتر دو موتيفاسيون ما كيهمش. هادو هما الوراق بالنسبه ل واحد الورقه اللي مهمه 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 مهمه، ابار الوكاله ابار البيرمي ابار ليكستري دو نيسونس، كاينه لواحد واحد الورقه اللي هي اتيستاسيون دوتونسيتي دو بيرمي دو كوندوير. هاد لاتيستاسيون دوتونسيتي دو بيرمي دو كوندوير الا ما جبتيهاش اخويا ولا ما جبتيهاش اختي، راه البيرمي ديالك ما غاديش يبدلوه ليك بالبيرمي الفرنساوي، خاصك ضروري تجيبي معاك هاد البيرمي. هو هاد لاتيستاسيون، ونصيحه من عندك خصكم هاجر، هاد لاتيستاسيون هادي ما تجيبوها حتى تبقى لكم ان سيمين، تتقطعوا الطياره عاد تمشي شيرو جيبوها، لان هاد لاتيستاسيون هادي كتبيريما عندها شي 3 انا قلت لكم، انا بقى نقول لكم اون 3 مو 6 مو، مهم عندها واحد الوقت محدد. ما نقولش انا شي غلط حيت كاين اللي كان تخرج ليا شي غلط كيشدوني من ديك الغلط، انا ماشي كمبيوتر، انا كنبغي ننصحكم حيت انا اللي ما لقيتش اللي نصحني في الاول، فهمتيني؟ يعني انا كنعطيكم داكشي اللي استفدت منه، ما تديوش على، انا قلت لكم انا بقى نقول لكم اون 3 مو 6 مو، هذاك لاتيستاسيون راه كتبيريما، داكشي علاش قبل ما تمشي تاخذها تتقطع طياتك وسير خذها، راه يا اما غتمشي من المدرسه التعليم اللي دوزتي فيها البيرمي هما اللي غيجيبوها لك، ولا غادي تمشي للسيرفيس ديميل هي اللي غادي تمشي تاخذها نيشان. يعني هادو هما الوراق اللي غادي تحتاجهم من الضروريات، من الضروريات خاصهم تجيبهم معاك قبل ما تجي لهاد الارض السعيده او قبل ما تجي لاوروبا. غادي نبدا معاكم شنو هما الاخطاء اللي ما خاصكش دير منين غتجي لهاد الاوروبا هادي. اول حاجه ساعدين سمعني، هي الثقه، الثقه ما دير الثقه في حتى شي واحد. شتي انت او انتي ملي كتكوني يلاه جايه لهاد اوروبا هادي، انا كنهضر بلاصتكم لان داكشي انا عشتو وكنهضر معاكم بهاد الحرقه هادي باش يوصل لكم الميساج. اون فوا كتجيو نتوما لاوروبا كيكون عندكم واحد الشوق انكم تشوفوا شي واحد مغربي، يعني شي واحد في ولد البلاد، راه كاينين هنا شي مغاربه راه محسادين، ايه محسادين، ما غيبغيوكش انت تكون حسن منهم، ما غيبغيوكش انت تكون. اون فوا كتجيو عارفوك مغربي ومشيتي فيها، انا ما كنعممش، انا كنهضر بصفه عامه، مي كاينين هنا شي مغاربه وكاينين شي ناس اللي غادي بغيتكم تكونفيرميو ليا باش الناس الاخرين ما يقولوش هذه راه كدابه. انا قبل ما نجمع شواكشي كنت كنسمع اتونسيون من العرب اللي كاينين في، وماشي كلشي العرب حاشا ولله، الجزائريين يكونوا مكروهين حاشا ولله، ماشي كنجي منهم، مي انا
عرفت هنا جزائريين وعرفت مغاربه. اللي مكروهين هنا في هاد البلاد هادي هما المغاربه. انا عاشت المغاربه وعاشت الجزائر، عاد الجزائريين هنا بالعكس مسالمين، عندهم حتى هما عقليه غزاله. اما كاينين بعض المغاربه هنا ان فوا كيشوفوك ما كيحملوكش، بحال انت مع شنو غتدي ما يبغ ما سولتيهم كيفاش، بحال دابا نتوما كتسولهم غير كيفاش خدمتي، ما يعطيوكش راس الخيط، ما عطيكش راس الخيط اصلا، ما يوريوكش قليل الا من رحم ربي، الا من رحم ربي. انا الحمد لله لقيت، ما لقيتش كلشي، مي لقيت جوج الناس هنا مغاربه ما نسيتش خيرهم لانهم وراوني. اما داكشي حتى اللي باقي راه ما يعطيكش راس الخيط. ونزيدك واحد الحاجه، الاسرار ديالك ما تعطيوهاش لخوتك المغاربه، ما تعطيوش اسرار ديالكم المغاربه على حساب ليكسبيريونس ديال هذا العبد الضعيف اللي اون فاس معاكم. غنقول لكم علاش، راه تعطيه الاسرار ديالك ويقول لك اه 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 ايه اه بصح والله الا، وهو والله ما تعرف الاسرار ديالو شنو هو، يعطيك غير داكشي اللي بغا. كنقسم فمي بالله وهادشي راه واقع ليا. ولا انت كتقول له ها شنو كندير، كتعطيه شنو بغيتي دير، وما ديروش هاد الغلط اللي درت انا، ما تعطيش اشنا هو لوبجيكتيف ديالك انت اللي باغي دير. شتي انت ملي كتجي ملي كتشدو لانك كتثق في بنادم، وما تثق ليا في حتى شي واحد اخويا ولا اختي، ما تثقيش حتى شي واحد. عندك هنا جيتي للغربه وخدم، عم راسك بالخدمه باش ما تكونش، حيت انا شنو دارها ليا، شنو دارها ليا باش بديت انا كنثق في بنادم وكنقلب على البشر. اللي دارها ليا هو انني كنت واحد الوقيته ما خداماش، جاني واحد الاكتئاب. والنهار اللي ما كتخدمش كيجيك واحد الاكتئاب، النهار اللي ما كتخدمش كيجيك الاكتئاب. ولهذا نصيحه من عندي، سيروا تخدموا عمر وقتكم. مي كيجيك الاكتئاب كتبغي تقلب فين تفوج، كتقول نمشي للصحابات، نمشي نقلب على الصحابات، وما كاينش صحابات، وما كاينين صحابات، وقليل الا من رحم ربي. باش نقولها لكم في هذه الغربه هذه، ما تخليش وقتك خاوي فين تقلب على البشر، حيت ملي كتقلب عليه وانت كتثق فيه، اول حاجه كتثق فيه، ثاني حاجه كتبقى تعاود ليه الاسرار ديالك، هو ما يعاود ليكش، انا يعاود ليكش، باش نقولها لك راه ما يعاود ليكش. ثالث حاجه كتقول له شنو بغيت ندير، شنو بغيت ندير، حتى كيصدق هو اللي كيدير داكشي اللي غتقول له شنو بغيتي دير، وما يقولكش بصح، وكون غير شي عندك ويقول لك بصح راه خاص فيه الموضوع. مي هادشي بغيت نقول لكم باش تستافدوا منه، انا كنهضر معاكم بواحد الحرقه باش نوصل لكم الميساج. هو كون غير قال لك بصح سميتو، الفكره اللي غديرها زوينه وانا غنديرها راه زوينه، ويقول لك ما يجاوبكش كاع، وهو كيقيد داكشي باش مشي هو يدير. وسير الله يعاونك، والله يعاونك، ما عنديش مشكل. انا راه انا اصلا كنوري عباد الله اش غدير، لان انا باغا ندير الخير. بعدا واحد الحاجه، كون ما بغيتش نوري عباد الله راه ما نديرش انشان. بعدا اول حاجه ما نديرش شان وندير داكشي اللي قال لي راسي وما ندوي مع حتى شي واحد، نرجعوا لصلب الموضوع. بالنسبه اللي قبل ما تجي اللي حاجه مهمه، قبل ما تجي لهاد السعيده قلت لكم انا غادي نرجع على تعلموا اللغه. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش اللغه الفرنسيه بغيتكم تعلموا، غادي نعطيكم واحد اربعه ديال لي زابليكاسيون اللي غادي تنفعكم بزاف، واخا تعرفوا فيهم غير شويه. هي اول حاجه هي اليوتيوب، ما راه تكتب غير تعليم اللغه الفرنسيه او تعليم اللغه الاسبانيه او الايطاليه او اي لغه، راه كاين دي فيديو اللي كيعلموكم، كاينين دي بروف لي بروفيسيونيل كيعلموكم اللغه. ثاني حاجه كاين واحد لابليكاسيون اللي هي فوكابولير فرونسي، غادي نخليها لكم هنايا. كاين لو كونجوغور، كاين ديالونغو، وكاين بوسو. هادو الا ما نطقتهمش مزيان غنكتبهم لك هنايا كما كيتكتبوا، باش الا بغيتي دير لهم ريغيرش غتلقاهم ساهلين. هاد لي زابليكاسيون خدموا عليهم، بقات لكم واحد سيمو ولا ويمو ولا نتا عاد كتفكر خدم عليهم، دير اللغه الفرنسيه باش الا جيت هنا ما توليش واحد بكمه، حيت الا تحطيتي هنا خاصك تكون سبع، تكون سبع. اول حاجه باش تولي سبع خاصك تكون عندك اللغه الفرنسيه، باش تولي تحاور مع عباد الله، باش تسول مثلا انت غير خرجتي وبغيتي تسول على شي حاجه، بغيتي بعدا تكون عارف انت اصلا كيفاش تخدم بسميتو. اول حاجه خاصك تعرف تكون خدام بجوجل ولا بالجي بي اس، لان هنا فرنسا لا داعي انك توقف طوموبيلتك بالنسبه او طوموبيلتك او الطوبيس ولا غير على رجليك، لا داعي انك تسول ليا البشر. هذا اول حاجه، انا ما كنسولش البشر على الطريق،
كدير ديك لادغيس اللي غادي ليها، اي يا غادي عند طبيب، يا غادي عند شي بيو، يا غادي عند صاحبك، يا عندك شي رانديفو، اي حاجه كتكتب راه هما كيصيفطوا لك، يعطوك ديك لادغيس. هذيك لادغيس كتكتبها في جوجل، وجوجل كتكتب على مابس اللي هي جي بي اس، عندك لابليكاسيون جي بي اس كديرها، وكي كيعطيك شنو هو، حتى هو كدير لوبسيون ديك البوزيسيون اللي انت فيها، كيعطيك يا كنتي غتشط الطوبيس كيقول لك ها الطوبيس فلان فلاني، كنتي غادي عندك الطوموبيل راه كتمشي حتى كتوصل، يعني ما كتحتاجش فين كتسول. بغيتك تعرف انت كيفاش انك بغيتك تعرف كيفاش غادي تمشي تقدا، كيفاش غادي تمشي تقدا في يعني انك في سوبر مارشي، انك تستعمل لا كارت غيشي، انك تستعمل كيفاش غادي دير المازوت ديالك، كيفاش غادي تقطع البياج. ان شاء الله هاد لي فيديو كاملين، ما بغيتش نخليكم تكونوا مخصوصين شي حاجه، ان شاء الله يا ربي. بالنسبه للناس اللي كيكونوا عاجلين لهنا عندهم ناقص يعني مو 25 يعني اقل من 25، راه كاينه واحد البيو اللي هو لا ميسيون لوكال، ان فوا كتجي كتمشي الله يعطيكم الصحه، الله يعطيكم الصحه، تقيدوا معاهم هادو، راه كي يدير لكم كيعاونوكم باش ديروا الدبلومات، عندكم شي دبلوم كيعاودوا يديروه لكم، اما كيفاليديو، المهم كيعرفوا كيفاش يديروا ليه، من بعد كيقلبوا لكم هما على الخدمه هادو. بالنسبه لي مو 25. بالنسبه للناس اللي كبار راه كيمشيو للبول امبلوا تما باش كتقيد، تما باش كتقيد، وكيديروا لك لابوتي فورماسيون هنا فين خاصك دير فورماسيون. الا جيتي هنا وما درتيش ما تعلمتيش اللغه، كتقيد عنده هاد بول امبلوا اللي غادي دير معاهم اللغه الفرنسيه، اللي غادي يعلموك واحد 6 mois على حسب انت اللغه ديالك كيفاش دايره، وفابور غادي تعلمها عندك الوقت قبل ما تخدم. دير اللغه، ما ديرش الغلط اللي درت انا تيمو انني كنت محتاجه نخدم، حطيت رجليا خدمت الحمد لله، حطيت رجليا انا خدمت، ولكن بالنسبه لهذا راه غلط. علاش؟ انا من دوزت امتحان فلوفي قالوا لي انت دايزه، يعني انا اللغه ديالي راه دايزه، ولكن كان عليا نغشي شويه. علاش؟ باش يقولوا لي حقا انت راه ما دايزاش، خاصك ديري شويه ديال اللغه باش باش باش، حيت دابا انا واخا عمونس اللغه ديالي الفرنسيه راه ما، واخا انا مجوجه فرنسي راني كنهضر بها، راني كنكتب لي زيمايل كاع، راني كنتقدى بها، نمشي ندوز لي زونتروتيان في الخدمه، وكنجح في لي زونتروتيان. اول حاجه باش نقولها لكم نسميتو خدامه، المهم خدامه بالحد الان راني مخدامه بها، ولكن ما عجبانيش هاد النيفو ديال الفرنساوي ديال الفرنساوي ديالي، راه ما عجبانيش، واخا انا مزطه بها. يعني انا كون جيت في الاول ودوزت فورماسيون ديال الفرنسي عاوتاني زدت هنايا، غادي نكون يكون النيفو ديالي راه طالع، ما عليناش. ونصيحه عاوتاني من عندي، غادي نقدر نقولها لكم، تقدروا تقولوا هذه دارت لينا تناقض، هو غادي نحدد لكم، قلت لكم ما ديروش الثقه في الاخر، غادي نقول لكم كل ما عرفتوا الناس هنا كل ما مزيان. هذه علاش قلتها لكم، ماشي انكم تعرفوهم وتصاحبوا معاهم، المصاحبه هنا راه ما كايناش، هنا كاين راسي راسي، ويكذبني هنا شي واحد ويقول لي لا كاينه لقيت شي صاحبتي الا من رحم ربي، راه ما كاينش هنا مصاحبه تقول غادي ندير الصحبه، وانا ما كاينش هنا الصحبه، كاين هنا راسي راسي كتصيغ باش كتلقى شي وحده اللي كتجي على قانتك. علاش كنقول لكم انا كل ما كثرتوا الناس عرفوا الناس هنا، حيت الا عرفتي الناس هنا، ولو مثلا غتدي وليداتك في المدرسه غتعرفي الناس، سواء فرنساويين سواء تركا سواء جزائر سواء عرب، المهم هادو عرب يعني انما من رحم ربي، غادي يوريوك شنو هما الحوايج اللي خاصك دير. الا كنتي خفتي منهم راه غير اليوتيوب غادي يوريك بزاف د الحوايج. انا بالنسبه ليا كان نصيحه من عندي، ما تحاشي والو حتى شي واحد، ما تحاشي والو حتى شي واحد، كلشي كاين في اليوتيوب. شنو هما الضروريات في فرنسا، غتكتب اي حاجه كتبها كتبها كتبها، واخا ما يكونش لو تيتخ انه مقاد، المهم راه اليوتيوب كيفهم شنو باغي توصل، راه كيخرج لك بزاف ديال لي فيديو وتفرج فيهم. يعني انا بالنسبه ليا نصيحه من عندي، واخا تناقضت في الهضره ديالي، كنتي مستعد انك تعرف الناس غير باش تواصل معاهم، باش تعرف شحال من حاجه، شنو خاصك دير، شنو هما لي زيطاب، شنو هما المساعدات. كاين اللي ما قاريش مسكين، ماشي مشكل، عرف الناس
وان شاء الله يطيحك الناس في الناس المزيانه اللي كتوالي. الله العظيم انا ما كرهتش، انا دابا ما كنعرف حتى شي واحد اللي غادي نولى يكون حدايا، ولكن اقسم بالله زعما كون طاحت معايا شي وحده هنايا اقسم بالله تنهزها من يدي. ولا واخا يكون راجل ما عنديش المشكل حيت انا عقلي مقوت الحمد لله، راجلي تايق فيا، يعني انشدكم من يديكم ونبقى بكم، نبقى معاكم غاديه بكم حتى توقفوا على رجليكم، واخا تقلبوا وجهكم ما عنديش المشكل كما داروا عداد ما عنديش المشكل. المهم عندي انا هو ديك الخير اللي درته، خير في وجه الله. واحد الحاجه، دخلوا الجروبات قبل ما تجيو، تقدر ديروهم قبل ما تجيو لفرنسا، تقدر حتى تجيو لفرنسا. كاين شي جروبات بزاف في الفيسبوك اللي كيبداو اما الغربه في فرنسا او مغتربات في فرنسا او مغتربين في فرنسا، هادو كاملين. المهم ديروا غير الغربه في فرنسا غادي يخرج لكم، او مغتربات يخرج لكم بزاف الجروبات، كنتمنى انكم تدخلوا ليهم تقريبا على الاقل واحد 6 ولا 7 كما درت انا. هادوك الجروبات كتستافدوا منهم، كي عندك شي سؤال كتكتب غير في كومونتير ان بوست، هما الناس كيجاوبك حتى 100 واحد، شوف 100 ريبونس، انت كتدخل وكتشوف الا كانت هادوك لي ريبونس كاملين في نفس الاجوبه، تما راه كتعرف بان الجواب راه هو هذاك، كان فيه تناقض كتعاود تمشي لجروب اخر وتعاود تبوستي نفس الجواب اللي درتي. هادوك لي جروبات كتستافد منهم حتى الا كان الا كانوا دي سول في شي ماغازا ولا شي حاجه، شي قانون جديد، شي فهمتي، شي قانون جديد، شي مساعده جديده، المهم كتستافد منها. صافي هادشي اللي كاين، ما بغيتش نطول عليكم، كنتمنى انكم تفهموا ليسونسييل، انكم تفهموا المضاره. بعض المرات كنبغي تلمو انني نقول لكم نعطيكم بزاف ديال المعلومات، راه مي كنشد الكاميرا كنبقى نهضر وام ميم طو كتجيني شي فكره كندخلها حتى كنصدق انا داخله شي فشي مهم، راه بعض المرات شي فيزيبل كيتحرق ليا ليسونسييل انني كنعطيكم المعلومات، واخا يخرج ليا شي فيزيبل محرق راه ماشي مشكل، ليسونسييل انكم نتوما كتفهموني وصيفط لكم المعنى. كنتمنى هاد لا فيديو هذا يكون استفدتوا منه، انا ما يهمنيش ديروا الديسلايك ولا اللايك قد ما كيهمني انكم تكونوا تستافدوا من هاد لا فيديو هذا، حيت هاد لا فيديو هذا هو اللي كنت انا محتاجاه قبل ما نجي لهنايا وما لقيتوش، داكشي علاش انا درتو لكم، وانا ان شاء الله غنبقى ديما ندير لكم بحال هاد لي موديل ديال هاد لي فيديو باش خوتي المغربيات او خوتي الجزائر تستافدوا منه، حيت هاجر ما فيهاش الحقد، حيت هاجر كتبغي كلشي يمشي بعيد كما هي باغا تمشي بعيد، باغا كلشي يستافد كما هي كتستافد. ما نطولش عليكم، هذا هو نهايه الفيديو، كنتمنى انكم تبارطاجيو هاد لا فيديو الا كنتو كتعرفوا شي واحد بغى يمشي للغربه او في الغربه او جديد، بارطاجيو له عفاكم هذا باش يستافد معايا. بالنسبه لي اول مره كيشوف القناه كنتمنى انك دير سبسكرايب او اشتراك، لان فريمون القناه ديالي غتستافد منها بزاف، ومازال كاين جديد كاين جديد ديال الاستفاده، كاين جديد بزاف 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 بزاف، يعني انا ما كنديرش شي فيديو اللي هو خاوي لا يعقل، حيت غيبقى فيا الحال الا درت شي فيديو خاوي، تقدر شحال هذه كنت كندير لي فيديو خاويين، مي دابا الحمد لله المستوى ديالي تحسن، وباش تحسن بكم نتوما بلي كومونتير ديالكم، يعني نتوما اللي كتبروبوزيو عليا اشنو ندير. الحمد لله وهذا الشيء كله من فضل سيدي ربي الحمد لله. نخليكم مع السلامه، مح عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله، يلا باي باي، مع السلامه، تشاو تشاو.